أعتقد أننا سنصل إلى أطراف مدينة أفراح عند الصباح. هل ما زلت مستعدا للإيفاء بوعدك يا سعدون؟ بكل تأكيد أيها المغوار. هيا تقدمني لتثبت قدرتك على حماية المدينة، كي يتسنى لك أن تتزوج من شامة ابنة الملك أفراح، وبعدها اتركني لألقن ذلك اللعين درسا لا ينساه أبدا. هيا أيها المغوار. ما بك؟ هل تشك في قدراتي حتى تضحك من كلامي؟ لا يا سعدون، لقد أعجبني ما نطقت به. هيا. أين شامة؟ أيعقل أن تكون قد... لا عليك يا سعدون، أعتقد أنها قد وجدت طريقها إلى القصر. هكذا ودون أن تخبرنا؟ ليتني أدركت شيئا لأخبرك به. هيا. سعيد، الأمر يا سعيد. سعدون الفنجين يا سيدي، إنه قادم. ماذا؟ وهل يزور خلفه الجيش العقبان؟ تحرك يا سعيد، تحرك ولنغلق الحانوت. سعدون أيها الملك الجليل، سعدون يا سيدي، سعدون أيها الملك الجليل، سعدون أيها الملك الجليل، سعدون يا سيدي. أيها الغلام، ماذا تقول؟ لست أنا يا سيدي، جميع من في المدينة. أخرج إليها وستراها تموج ذعرا. بماذا تهدي يا غلام النحس؟ ها هو رأس سعدون أيها اللعين. وسيدي يافث قد عاد أيضا. سيدي يافث قد عاد. سيدة الملكة، سيدة الأميرة، لقد عاد سيدي يافث. وها هو يافث. والآن أيها اللعين. سيدتي الملكة، سيدتي شامة، قد عاد سيدي يافث. هل أنت متأكد أيها الغلام؟ نعم سيدتي. يافث؟ أمتى صباحاً يا عمّا؟ هل من خدمة أؤديها؟ أكمل تدريبهم يا ولدي، وعلمهم إن شئت أصول الولاء، وخاصة الغرباء منهم. لا تقلق يا عمّا، فأنا أصر على إعطائهم حليب النياق. عساه يأتي بنتيجة معهم. عن إذنك. على رسلك يا سعدون، ما عقدنا هذا الاجتماع إلا لمناقشة الأمر. أما إن كنت تظن بأننا نطلق الأحكام جزافا ودون تبين الحقائق، فهذا لا يكون إلا في الغابة التي تسكن. أي حقائق تريد أن تبين أيها الملك المتواطئ؟ ألا يكفي مجلسكم حقيقة المكيدة التي حكتها أنت وهذا اللعين حين يطلب رأسي مهرا لابنتك؟ ليس الأمر كما تظن يا سعدون، إنما أخرس أنت أيها اللعين. يافث يا ولدي، هل أبلغت هذا الطائش الأرعن أني ما فعلت ذلك إلا لأرفع من شأن زواجك من شامة؟ قلت لك اخرس أيها اللعين. اهدأ يا صديقي، ما هكذا تعالج الأمور. نحن الآن في مجلس، وللمجلس أصول واعتبارات. هل يفهمني المجلس إذن؟ أي طلب غريب هذا الذي طلبوه منك؟ أم أنك لم يطلب سقرديس رأسك إلا مصادفة يا سعدون؟ لم يكن الحكيم يقصدك بالتحديد، إنما جاء اسمك عرضا بالمصادفة ليس إلا. وهل كنت تسكن رأسه اللعين حين أوعز لك باسمي أيها الملك؟ في جميع الأحوال
إليكم رأسي الذي طلبتم، ولكن إياكم أن تتجرأوا أنتم بإصدار الحكم عليه. واحد فقط يحق له ذلك. إليك رأسي أيها المغوار، افعل به ما تشاء. ارفع رأسك يا سعدون. الرأس الذي يستحق القطع هو هذا الرأس، الرأس الذي لا يحتوي إلا على المكر والخداع. يافث! لا يا ولدي، أرجوك لا تتسرع. اهدأ يا ولدي، سنجد طريقة توصل بين جميع الأطراف. كما قلت أنت، للمجلس أصوله وأعرافه. آية من الجمال ورب السماء. أين غارت هذه الابتسامة الجميلة ولم تظهر إلا مسويعات قليلة؟ أرجوك سيدتي لا تخفي ابتسامتك عنا، لا أريد لهذا المكان أن يظلم ثانية أبدا. الجميع كان يعلن عن قدوم الخوف بقدوم سعدون، إلا أنا فلم أحرك ساكنا، فقد باتت الدنيا ظلاما حين وصل سعدون المدينة. عندي بصيص نور تسلل عبر هذا الظلام كله، ولكن حين صاح الغلام معلنا عن قدوم يافث كاد يغمى علي من الفرح. أدركت ذلك عندما أمسكت بيده. لا أصدق نفسي يا زنون، هل عاد يافث حقا؟ ولكن ماذا؟ لقد قرأت في عينيه شيئا غريبا، كانت عيناه تشعان بسؤال مبهم لم أعرف كنها. لم يكن الفرح في عينيه صافيا، سيكون ذلك بعد يوم أو يومين. هيا إلى الحديقة يا زنون، قد ضقت ذرعا بمكوث هنا في مختاي. حبا وكرامة يا سيدتي. هلا أمرت أيها الجليل بإدخال البهجة والسرور إلى قلب فارسنا المقدام يافث. أرجو يا سيدي أن تعلن زواجهما ولننهي هذا. دعنا نبتهج يا سيدي، ولم لا أيها السادة، ما دام هذا الفارس المقدام قد أثبت وعن جدارة بأنه أهل لحماية هذه المدينة من الأخطار التي قد تتعرض لها. أما عن المخلص سعدون فقد أبى أن ينكث عهدا كان قد قطعه ليافث، لذا فأنا أعتذر له وأمامكم جميعا. بقي أيها الملك الجليل أن تعلن هذا الزواج، أما يكفي ما لقيه العاشقان من لظى البعاد. عذرا أيها الجليل لتدخل المستمر، ولكن تكلم أيها الحكيم. فرح وذبائح وقرابين، ألا يستحق حكيمكم المتواضع حلوانا بهذا العرس؟ أطلب ما تشاء أيها الحكيم، ما دمت استطعت حل النزاع دون إراقة دماء. ليس لي أيها المقدام، بل لهذه المدينة العتيدة. ألا يطمح المقدام في أن ينتهي كل شيء يخص دعوة نوح وغيرها؟ بلى. إذن تقدم للمدينة العتيدة كتاب تاريخ النيل فنقوم بإحراقه فور عودتك به، وبهذا تزول الدعوة ويزول الجن والمرض. أأكون قد بلغت فيما جئت من أجله؟ قد بلغت أيها الحكيم، يا لك من داهية. كلام معقول، عين الكلام، قول جميل ورب السماء. ألن ينفض هذا المجلس؟ لقد خرج أعضاء المجلس جميعا. هيا هيا لنرى يافث. Thank you.
يافث، لا تقل لي إنك مغادر أيضا. ماذا يريدون أيضا؟ ألم يكفهم رأس سعدون؟ هدئي من روعك يا سيدتي، لن تتزوج شامة إلا من رجل يدرك شأنها العالي. وهل أشار أحدهم إلى غير ذلك؟ أخبرني يافث، ماذا طلبوا منك أيضا؟ كتاب تاريخ النيل من بلاد الملك قمرون. ماذا؟ هيا بنا يا سعدون. يافث، رافقتك السلامة يا إلى اللقاء يا شامة. لقد نصحتك بما فيه الكفاية، وفي كل الأحوال أرجو ألا تنسى أن تأتي إلي كلما دعت الحاجة إلى ذلك. بالتأكيد يا صديقي، وعذرا لعدم قبولي لمرافقتك لي في رحلتي هذه، إنها حرب يا سعدون. مفهوم يا صديقي، مفهوم. إلى اللقاء. إلى اللقاء. لم أرى من قبل قائدا يعمل عمل الجواري والغلمان. عفوا سيدي، لم أفعل إلا ما يملي علي واجب اتجاه المستشار. هذا حق لن ينكره عليك أحد، شرط ألا ننسى المركز الذي نشغله. قل لي يا ابن حليزة، ما سر حليب النياقي هذا؟ حليب النياقي يا سيدي يجعلنا نخلص لمن خدموا هذه البلاد طوال حياته. صحيح، وحليب النياقي هذا ألا يدفعنا لفك النزاعات بين أقيال كانوا وما زالوا إخواننا؟ صحيح، ما هي أخبار عود وخبيش؟ أما زالتا تقتتلان؟ يبدو أنه لابد من تدخلنا لإنهاء القتال، ثم نصبح ملومين لتدخلنا لنصرة المظلوم منهما. أسمعت أيها المستشار العتيد؟ ها هو قائد فرسان قصرنا اليمني يقولها. أسمعت يا سيدي؟ شكرا للآلهة على وجودك معنا يا سيدي. حردون ابن حلزة، ما الأمر الذي جمعكما؟ ما لم نجتمع عليه أنا وأنت من قبل يا سيدي. قل له أيها القائد، قل له عن الحالة المزرية التي وصلت إليها عود وخبيش. لقد اختارتك الملكة لتكون قائد الفرسان. اسمع أيها اللعين الذي لم نتشرف برؤيته إلا والمصائب معلقة في طرف ذيله.
فليسامحك الرب يا سيدتي. فأنا كف عن خبثك أيها الأفاق وانتبه لما سأقوله. أرجوك يا سيدتي ألا تتفوهي بكلمة تهديد واحدة قبل أن تفهمي موقفي. فللملكات عفة خاصة تشبه عفة العذراوات في طهارتهن وحصانتهن، فأرجوك لا تخدشي عفة الملكات تلك. لما لا نحتسي النبيذ معا، فهو يهدئ الأعصاب صيفا كما يبعث الدفء فينا شتاء. تأدب أيها اللعين. أي عقم هذا الذي كانت فيه؟ سيف، تعال يا سيف، لا تخاف يا ولدي، تعال. أما عرفتني يا ولدي؟ أنا عبد نهار، عبد النهار الذي لقيته في غار الكنز المسحور. وقتها ناديتني بوحش الفلا. كان علي مناداتك بذاك اللقب لأتأكد من صدق نواياك. والآن؟ الآن علي مساعدتك للخروج من الدوامة التي تعيشها. دوامة؟ أتقصد مهرشامة والحلوان؟ بل أقصد الفراغ الذي ما فتئت تعلن أنك قادم منه. من أنت أيها الشيخ الجليل؟ كما سبق وقلت، عبد نار، وأنت اسمك سيف، سيف بن ذي يزن ملك اليمن. ذي يزن؟ الملك الذي خدعته جارية وأضاعت ملكه؟ لا تظلم ذكر أبيك يا سيف، فالرجل لم يفعل شيئا إلا أنه أحب بصدق. ذكر أبي؟ وكأنك قد جزمت بالأمر يا سيدي. الأمر لا يحتاج إلى جزم يا ولدي. أما قصة زواجه بتلك الجارية فما كانت إلا لأن ذي يزن كان رجلا صادقا. أي صدق هذا؟ ألا ترى معي أن ما حدث للملك ذي يزن ما كان إلا ضربا من ضروب السحر؟ هدئ من روعك يا ولدي، فذي يزن أمضى سنوات حكمه باحثا عن مجد اليمن العتيد. لن نكون منصفين حين لا نغفر له تلك الهفوة. هفوة أضاعت ملكه والمجد التليد؟ أي هفوة هذه التي جلبت كل هذه المصائب؟ لطالما سمعت عن تلك الجارية وما فعلته وما تفعل حتى الآن بملك ذي يزن. ولكن ما الذي جعلك تعتقد بأنني سيف بن ذي يزن ابن الجارية تلك؟ أنا لا أعتقد يا بني، انظر إلى سحلتك والشامة. أجل، هو آخر التبابع الحميريين، قضت عليه جارية اللعينة بعد أن كان قد هيأ نفسه ليعيد مجد ملشان. اسمع، ما رأيك في أن تأتي معي إلى داري لتنزل ضيفا علي؟ أين ذهبت يا سيف؟ ها؟ اسمع يا ولدي، ذي يزن لم يتزوج سوى من امرأة واحدة هي الجارية قمرية، ولم ينجب منها سوى ولد واحد هو سيف. على خده الأيمن شامة كهذه التي على خدك. أما الطفل ربيب الغزالة فما هو إلا سيف الذي حملته قمرية صغيرا ورمته في الغابة. أي أم ترمي بصغيرها لوحوش البراري؟ هذه ليست أما،
ليست أما. والأجنة داخل أرحام الأمهات لو أدركتهم لن أترك فيهم عرقا ينبض بالحياة لو طلت ذلك. يا لم أدرك أن مثل هذا الحقد تحملين. أقسم إن ما تكنينه لهم لا علاقة له بأرعد أو غيره. أي أرعد هذا أيها الغبي؟ ثأر قديم لي مع العرب. أتذكر الكهل معاذ صاحب وفد شبه الجزيرة إلينا؟ نعم أذكره. نخاس ملعون لم يرحم طفلة منكوبة تنتحب، باعها كما لو كانت عنزة جرباء. المهم الآن تدفع بابن حلزة الذي اخترته قائدا إلى قتل من يستطيع منهم، ولكل واحد منهم ثمن. لا أخفيك سرا يا عبد نار، لن يتلي بالذهاب إلى قصر ذيذن في الوقت الحالي. وبعد يا سيف؟ كتاب تاريخ النيل حلوان شامة، سأمضي للبحث عنه وسأجلبه. عساني بهذا أخزي الحكيم اللعين الذي من فك يتلاعب بمصيرنا. رافقتك السلامة يا ابن ذي يزن، ولا تنس ما أخبرتك به من أمر سفرك إلى بلاد قمرون. الآن أسرع يا ولدي. إلى اللقاء يا عبد النار.
ليخبرني أحدكم إن كنا نسلك الطريق الصحيح. نحن على تخوم عود وخبيش يا سيدي القائد، أي القيلين نلقى أولا؟ لن نلتقي أحدا في دياره قبل أن نرسل في طلب القيلين إلى هنا. الأفضل أن نلتقيهم هنا في أرض محايرة. أنا أمضي إلى خبيش وليذهب أحدهم في طلب عود. حسنا اذهب. اذهب في طلب عود. هيا. لقد وعدني القيل بأنه سيأتي. وهل تظن بأننا سننجح في مقاصدنا؟ مضى معظم النهار ولم يأتي أحد منهم. سنرى أيها الفارس، سنرى. لكأني أقرأ في كلامك تشاؤما يا ابن حلزة. عندما يبلغ الخلاف أشده لن يكون الإصلاح سهلا أيها الفارس. وهل سنقمع الظالم منهم يا ابن حلزة؟ ومن يدري. سيدي سيدي، ها هم زعماء القيلين. أعدوا المكان لاستقبال الضيوف. هيا. اسمع يا ابن حلزة، إن استمر الحال على ما هو عليه فسنضطر إلى طلب المعونة من إحدى قبائل الحجاز. أما نحن فسنلجأ إلى مسروق ابن أبرهة، أو ربما إلى بني الأصفر إن اضطرنا لذلك. على رسلك يا كبير خبيش، على رسلك. إذن تدعمنا قمرية في حربنا ضد عود. ويحك، إذن فأنتم تصرون على القتال؟ بل نصر على الانفصال عن حلف مشرقا ضيفة أكثر ازدهارا. وتكسبون بذلك دعم مسروق ثم تغيرون علينا. أي هراء هذا الذي أسمع؟ أرجوكم يا سادة، أرجوكم، هكذا يكون الجدال؟ كف عن الترجي يا ابن حليزة، موقفنا واضح وضوح الشمس. سننضم لضيفة وحالا ما دامت مشرقا لم يعد فيها شيء يرتجى. جئنا للصلح يا كبير خبيش ولم نأتي للقتال. هل ينصرف موكب سيدتي أم ينتظر؟ بل ينصرف أيها القائد، وليعد في الصباح الباكر. فمجلس قمرون سينعقد باكرا للبحث في أمور فيضان النيل هذا العام. حبا وكرامة يا سيدتي. عمت صباحا يا ابنتي. عمت صباحا يا أمه. ماذا تقرأين اليوم يا حفيدة عمتوت؟ كتاب قديم يا أمه، أشد ما أعجبني فيه هو هذا الجزء. وما الذي أعجبك في هذا؟ لقد أخذتني شخصية هذا البطل المقدام حتى تخيلت نفسي زوجة لها. إذن لا تغوصي في الحكاية كثيرا، ربما أعود غدا وتكونين قد أنجبت منه بعض الأولاد. أنا لا أمزح يا أمه. ثم ماذا لو قدم هذا المغوار إلى مدينتنا؟ هل
تستعيدينني بأن تزوجيني منه؟ أي هراء هذا الذي أسمع والذي رفضت أن نسميه مزاحا؟ لست أنا من يقول هذا يا أمه، الكتاب يقول: فارس مغوار واسمه سيف بن ذي يزن سيأتي إلى مدينتنا هذه وسيتزوج من ابنة امرأة تعمل مستشارة في مجلس قمرون. هذه دعوة نوح إذن؟ وما علاقة العظيم نوح بسيف هذا؟ إنها قصة طويلة سأقصها عليك غدا قبل ذهابي إلى مجلس قمرون. استريحي الآن عسى الخيال يصبح حقيقة. من أنت أيتها الفتاة؟ إنسية أم جنية؟ أنا طامة، اسمي طامة. وماذا تفعل فتاة مثلك هنا؟ كنت أنتظر قدومك أيها المقدام. تنتظرينني أنا؟ ألست الفارس سيف بن ذي يزن ملك اليمن؟ يا لسيف هذا. أرجوك يا طامة، ما أنا إلا رجل شاءت أقداره أن يولد من فراغ ويعيش في فراغ. وتنكر أنك أحببت ابنة الملك أفراح وجئت هذه الديار تطلب كتابها؟ ويحك، من أنت حتى؟ لابد أن سحرة قمرون قد اكتشفوا أمر وصولك، لنذهب من هنا إلى بيت عاقلة. ومن عاقلة هذه يا طامة؟ كبيرة مجلس قمرون، الوحيدة القادرة على حمايتك. ولتضع في الحسبان أنك ستحبني وستطلب يدي من أم عاقلة. ماذا تقولين؟ تحرك من هنا، هيا. اخرج من قمقمك على السعر الماكر. القائد كنون. لقد أدبيت قلوبنا يا رجل، أقسم إننا نسينا طعم الرجولة يا كنون. كما قلت لكم أيها الجليل، سيف حل علينا، وجل ما أخشى أنه قادم ليأخذ كتابنا. أي أحمق هذا الذي دفعته المنية ليقدم على مثل هذا الفعل الشائن؟ جاء يطلب كتاب تاريخ النيل أيها الجليل قمرون. ومن يكون سيف هذا أيها الحكيمان؟ قرأت عنه في الكتب القديمة، اسمه سيف بن ذي يزن ملك بلاد اليمن التي تحتلها أكسوم الآن. إذن أرسل من يبحث عنه في الحال، وإياكم إياكم، أريده هنا أمامي حيا لأسمع منه من صاحب هذه الدسيسة حتى يأتي هذا إلينا. هيا تحركوا في المدينة كلها، لا تتركوا خرم إبرة دون تفتيش. هيا. أمر طير الجليل. لابد أنك سيف، تعال تعال واجلس هنا. كنت متيقنة من قدومك أيها المقدام. رجال قمرون، من المؤكد أنهم رجال قمرون، لقد كشفك رملهم اللعين. تعال تعال واختبئ هنا.
أسمع صوتك يا طامة. مع من؟ إنه سيف يا أمي، أرجوك خبئيه. كيف نخبئ رجلا لا نعرفه؟ هل جننتي؟ أرجوك يا أمي، أتوسل إليك أن تخبئيه، إن عثروا عليه قتلوه. حسنا، تعالي. عذرا مولاتي، نفتش عن غريب اسمه سيف. وماذا يفعل غريب في داري أيها الحارس؟ أوامرنا تفيد أن لا نترك أي مكان من غير التفتيش. ألهذا الحد؟ بل أكثر يا سيدتي، الأوامر تقضي أن نأخذه حيا لسيد قمرون. يقولون أنه قدم إلينا يطلب كتابة تاريخ النيل. أي أحمق هذا حتى يقدم على مثل هذا العمل. هل تسمح سيدتي لنا بتفتيش المكان؟ ادخل. ما الأمر يا عمليس؟ كأنك تلمز إلى أنهم لم يعثروا عليه بعد. لن أخفيك سرا أيها الجليل قمرون، لقد فقدت أثره. ماذا تقول؟ شيء غريب حقا أيها الجليل، شيء غريب لم أرى مثله في حياتي كلها. تكلم يا عمليس، تكلم، كلامك بدأ يقلقني. لست أجزم يا سيدي، لست أجزم، لكن سيف موجود في المدينة وغير موجود. أعذريني يا مولاتي، ما فعلت غير الواجب. لا عليك أيها المخلص. بالإذن يا مولاتي. تعالي قبل أن تحاول إخراجه. ما يحدث الآن يختلف عما وردني في الكتب التي تقرأين فيها. من هذا الذي قدنا بسببه نفقد رأسينا؟ هذا سيف صاحب الشامة يا أمه. عن أي سيف وأي شامة تتحدثين أيتها الحمقاء؟ ابتعدي عني لأرى هذا اللعين الذي وضعنا في موقف لا نحسد عليه. ما الأمر يا سرداي؟ تكلم. شيء غريب حقا، شيء غريب أيها الجليل. بعض الرمل يشير إلى أنه ما زال في المدينة، والبعض الآخر يشير إلى سمكة كبيرة ابتلعت ثم أقدم غزال على اختطافها وهو يطير بهما على وجه الماء.